اظبط اللوب يا زلمه. اهلا 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 بفتح بيك، أهلا معن، أنا آسف. واكيد لا 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 واكيد بدنا نحكي مساء الخير لكل متابعين صفحه مزاج فهم على الفيسبوك، واحنا لايف هلا مع العازف الفخم المزيكاتي العظيم فتحي. طبعا شكرا، أنا مبسوطين انك انت موجود معانا اليوم، كل واحد من مبسوط جدا. بيته قاعد وبدنا نسمع مزيكا على رواق. أيوة، داير باله على حاله، أهم إشي على حالته وما يستهينش بالموضوع. يعني هي مش كل شيء البداية، هاي بالعكس، هاي بداية كثير مهمة انه نحكي شوي، انه بليز جايز، يعني لو سمحتوا يا جماعة خذوا الموضوع بجدية، طبعا اقعدوا في البيت. الحمد لله مش ناقصنا شيء، الحمد لله رب الحمد لله العالمين، الحمد وهي لله. نسلي بعض وقلوبنا على بعض. يعني ايش اليوم اليوم بقول انجازك العظيم راح يكون بكسلك جوا البيت، اهم انجاز ممكن تعمله انك تكسل وتقعد بالبيت، هذا عجبني انجاز لنا كلنا. عجبني تعليق على هذا الموضوع، انكتب قبل فترة على السوشيال ميديا من انستغرام اي ثينك، بقول لك في الاربعينات انطلب من جدك يحارب، اليوم مطلوب منك تقعد في البيت، تقعد البيت بالضبط. اقعد في البيت يعني. بس فاحنا الله اليوم الله اليوم احنا بدنا نشكر كل الناس الواعيين اللي قاعدين بالبيت، ونشكر الحمد كل لله. الناس اللي ملتزمين وقاعدين في بيوتهم. ولليوم عشان هدول الناس اللي نسميهم مزيكا، طبعا فتحي يعني عازف رائع جدا ومحترف جدا، شكرا. ودائما هيك يعني بنلاقيه مع معظم الفرق الأردنية، وكان عنده فرقة بالزمانات كمان. رجعتك لأيام زمان، تتذكر في السبعينات؟ حلو حلو حلو، تتذكر في السبعينات السبعينات؟ ب 86، ب 86 مع بعض. فتحي شو رأيك بالأغنية البديلة الأردنية؟ والله سؤال، انا معنى انا بحبك. عندي هون تعليقين. أول تعليق على كلمة بديلة،
بديلة ملتزمة مختلفة اللي بدك إياها سميها كما تشاء. انا هون بحب كثير احكي عن هذا الموضوع صراحه. هي انا ما انا برفض تسميه بديلي، يعني صحيح. الالترناتيف. هو الالترناتيف طلع بالتسعينات، طلع للروك، الالترناتيف روك، عن الروك العادي، عن الهارد روك، يعني عرفت كيف؟ يعني في بروجريشن معين كان من بدنا نحكي شوي تكنيكاليتي، هيك 5 ثواني، في طريقه عزف وتركيب للاغنيه معينه وميلودي معين يستخدم عشان تقدر تسمي الاغنيه هارد روك او بانك روك او روك او هيفي. فطلع بالتسعينات، للي كبروا بالتسعينات اللي هم زينا، يعني مواليد 80، لما بالتسعينات بلشنا نسمع، كان في زي نيرفانا مثلا، هدول الترناتيف انا بعتبر. ليه؟ لانه الترناتيف. انت اليوم لما تقول اغنيه اردنيه بديله، بديله عن مين؟ هلا بديل عن تجاري اردني بعتقد ما في، اذا بدنا نحكي هلا، لانه يعني في بس يمكن شوف، ما شاف النور لحتى هذا الوقت التجاري الاردني. لا لا موجود بالعكس، يعني خلينا نسميه بوب، خلينا نصلح شوي المصطلحات للناس. ليه؟ ما في، انا باعتقادي ما في تجاري. يعني شو هو التجاري؟ هلا في ناس بيعتقدوا التجاري انه اي اغنيه بتحكي عن الحب، اي اغنيه بتحكي عن الغرام، اوف اي اغنيه لا، كراش. هم بيشوفوا التجاري اللي هو انت بتكون ماشي ترندي مع اشي معين شكرا وبتروح معه شكرا. فعشان هيك نقدر نسمي البديل مستقل. مستقل. نعم عظيم. مستقل، لانه هو ما له دخل بالترند، ما له دخل بالمين ستريم، ما له دخل وين البزنس الموسيقى اليوم رايح، وين العالم عم بتوجه مشاعره. هو مستقل. انت شو يعني مستقل؟ يعني الفكرة اللي طلعت براسك بغض النظر شتاء صيف خريف حرب، بأي وقت بأي فكرة هلا بتسجلها وبتنزلها، هذا انت أو هي يمكن تحضير مسبق لشوية مسجز أنت بدك توصلهم بالضبط بطريقة معينة. بتعبر عن عظيم. الشطر الثاني من السؤال. صراحة نحن خلينا أقول كأردنيين، كمشهد موسيقي أردني، ما تتخيل قديش نحن مشهد غني وإله جمهور عربي منيح. مش معقول. يعني أنت مش معقول لما تنزل على مصر مثلا وتحكي عزيز مرقة، فور إكزامبل، لما تنزل على مصر تحكي جدل، حمود رذايدي، الشباب اللي معه كلهم نوجه لهم تحيه، اي اسم بدنا نحكيه هلا بس بدناش نقعد نحكي كل شوي نوجه تحيه لا فكلهم. اكيد، بس اذا اليوم احنا عم نتفرج، هل بتشوف راح يصير في تطور على هذا الاشي؟ عم بتشوف في نشوء بندات جديدة؟ يعني احنا بنعرف اوتوستراد من زمان وعزيز صحيح والى اخره. عم بتشوف في انا عم بسمع كثير باسماء بندات جديدة يعني، بس انه هل بتشوف راح يتطور هذا الموضوع في بشكل عام؟ تكملة، إذا بدك نسميها تكملة للإشي اللي بلشوه، اللي إحنا بنعرفهم من زمان، اللي هم زي أوتوستراد، زي جدل، زي عزيز مرقة، اللي عم بيطلع هلأ وبتلاحظ التأثر واضح. يعني في بندات، بدي إذا ممكن أحكي أسماء، في باند جديد صغير أمور أنا كتير بحبه اسمه ارتداد، حلو. وهو على فكرة ما عندي علاقة شخصية مع الشباب اللي فيه يعني، وبودي أتعرف عليهم يوم من الأيام، لكن اللي عجبني إنهم مكملين خط معين من الموسيقى حلو الأردنية. حلو. في باند تاني مثلا طلع من فترة لطيفة جدا والله وفقهم، يعني فترة قريبة شوي، أيلول مثلا، أيلول عظيمين، يمكن عم بتدربوا من زمان وبيشتغلوا من زمان، بس هيك بس هلا بلشوا بينوا. بينوا بالشكل الصحيح الفترة هاي، وعزفوا بألمانيا، عزفوا بالدنمارك، عزفوا بمهرجان موسيقى البلد هون مثلا، أخذوا ستيج. في عندك ناس جداد طلعوا من سنتين بلشوا ياخذوا خط يعني معين، زي بشر، يعني عم بتطور المشهد وعم بكبر، حلو. يعني وعم وبلش على الاساس اللي تبلش عليه وعم ببني فوق. وبالعكس وعلى فكرة وعم بحس كأنه كمان الجيل الجديد اللي هو عندك يعني ألفينات وكذا كتير متأثر أكثر من الأجيال اللي قبليها، التسعينات الثمانينات والأغنية المستقلة. شوف اللي صار، اذا بدنا نرجع بتذكر ايام الثمانينات انا وياك لما كنا بالكي جي، كان عبد الحليم، طبعا انا وياك ما كنا بالكي جي، مع المفروض تضحك انت هون، كان عبد وكنا الحليم هو، بالكي والله كنا بال يعني انا شو كنت بالكي جي صراحة، بس يلا ماشي مرة قلت لك اياها يعني. والله انا ما، لا كنت في ليبيا، وفي ليبيا ما كانش فيها كي جي وروضة وهيك، كان لا صف انا اول. هلا كي جي، ما هو احنا بستان كان ايامنا. لا بستان وتمهيد. ايام زمان كان اكثر، يعني اكثر المطربين مشهورين عبد الحليم، الحان بليغ حمدي، وردي،
وهاني شاكر بداياته. نعم. فطلع مثلا بالفترة هاي طلع محمد منير، خلينا نقول الشاعري، وكانوا الناس يقولوا ايه ده، شو هذا عمرو دياب بس، عرفت كيف؟ انه شو التخبيص، شو التقطيع هاي، لحقهم على السريع حسام حسني، هاي الشلة جيل التسعين. نحن لما كبرنا وصرنا بالتسعينات 16 سنة و18 سنة و15 سنة كنا نسمع هدول، كيف اللي عم بيصير اليوم بجيل الألفينات فعليا هو اللي صار معنا بالتسعين. صحيح. لما اجى عزيز، لما اجى يزن، شو هذا عم بيغني اردني؟ يعني اغلب الناس، طبعا انا بحكي يعني ولا عنك، عن الناس اللي ما تقبلوا فكره الموسيقى المستقله الاردنيه، انه كيف تغني بلهجه، مبدئيا كيف تغني باللهجه الاردنيه؟ نحن متعودين الغنى الاردني بدوي، فكيف كيف اغاني نيجي الرقص، نحكي بالعام يعني؟ كيف تيجي تحكي مثلا، تقول يعني تمسك واحد مسك جيتاره اردني في يوم من الايام وخطر على باله يقول كالتالي، يعني يلا هي انا علي الصوت. طبعا انا اللي ما بيعرفني انا مش مغني يعني، عشان فما تتوقعوش الصوت الاوبرالي. فمثلا اجى يوم ما اجى يزن روسان الف هاي الاغنيه على ما اعتقد، مرسال ورا مرسال صعب الحال لو تدري، والشوق لك قتال عدد الرمال يحرقني، لو طال مهما طال على الوعد نستني، ابعت لي لو خبر عليك طمني. شو اللي استعملوا جماعة اوتوستراد هون، وشو اللي استخدموا؟ استخدموا موسيقى مثلا اصلا عالمية، يعني ريجي قالب جاي من وركبوا عليها كلام أردني. وبالاردني. فلما نحن سمعنا ايش عم بيعمل اليوم، بنتي مثلا عمرها 10 سنين تسمع عزيز، تحب عزيز، تحب اغاني عزيز مره مثلا، حلو. عرفت كيف؟ أبي يلا غني لنا لعزيز، طب إشي أو اعزف لنا إشي. إحنا اليوم بدنا والله جايين عزيز، نعزف شوي هيك، اسمع مزيكا. والله عزيز اصبر عزيز، بحب له هاي انا يا ان شاء الله. سامحني عزيز يعني، بس انه انا بحب الاغنيه هاي، واسف كيف راح اغنيها. لفيت الكون ما في مني ولا حدا زي، انت زي الفل واحلى من الفل، شانك بصير شو ما بدك، قال لي انا احبك راح احبك حب، يما عالحب مش عكس كل ايامي، ولا حدا قدامي غيرك انتي، غيرك انتي بالروح بتصير، يا ابني مش شايف ولا حدا تاني، المهم انتي بحبك انتي. ترارارا 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 الله عليك. مثلا طب فتحي، ما حاولت قل لي تعزف الكورونا عزف؟ هيك بتحسها كيف شكلها الموسيقي؟ صراحة لا، الكورونا أنا في فرقة بتذكرني، يعني الكورونا صارت تذكرني بفرقة، وللعلم المغني الرئيسي للفرقة للأسف يعني انصاب بالكورونا، فرقة أمريكية اسمها تستمنت، بيعزفوا ثراش ديث ميتال، فهي عن جد بتذكرني هيك يعني، بس يجيبوا صورة فيروس الكورونا على الأخبار وعلى السوشيال ميديا، بحس في أربعة بيعزفوا جيتار ورا هيك يعني نازلين. انت ايش اكثر لون بتحبه او بتحب تعزفه، او شكل يعني غناء بتحب تعزفه؟ انا شخصيا كفتحي، انا كثير 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 بحب موسيقتنا الشرقيه صراحه، يعني انا كثير بحب عبد الوهاب، بس ما تقوليش غني لعبد الوهاب. هلا لا في شغله،
انا بسمع كثير عبد الوهاب، بسمع كثير عبد الحليم مثلا، وام كلثوم طبعا، بالاضافه للرحابني، يعني هاي المدرسه رباعيه الاضلاع اللي انا بحبها. لكن هذا بسمعه لانه بسمعه صراحه بتعلم منهم كيف، يعني كيف بيكتبوا، كيف المواضيع، كيف بلحنوا. ولكن بالتنفيذ الموسيقي اللي بيعجبني، لا اكيد يعني الجيل الثاني. انا كثير بحب حميد الشاعري، كثير بحب محمد منير مثلا، يعني بس بدي اعزف بحب اعزف لهم. طب اعزف لنا لمنير. منير لا مش شاطر كثير، انا ممكن اعزف لك لحميد. يلا تعال نشوف هاي الاغنيه سيدي لها قصه أيه. بتضحك. ايش هي؟ اول ما بلشت اتعلم جيتار، طبعا انا بحب اوجه تحيه كبيره لطارق الجندي، طارق الجندي اللي هو عازف العود العظيم طبعا المعروف. معروف. صار لحزن الحظ سكننا مع بعض ايام الجامعه بالتكنو. فطارق بعزف، انا ما بعزف ولا بعرف الموسيقى ولا اللي دخل. بقول له طارق طب بدي اتعلم موسيقى، بقول لي حلو انا بعلمك عود. قلت له لذيذ. بلشنا نتعلم ميوزك ثيوري، يلا بلش يعزف عود، بروح الزلمه بيرجع بلاقيني ماسك العود وعم بعزف هيك. بقول لي فتحي مش اغاني عود يعني بالمره. بقول له طب انا بحب الجيتار، بقول لي بسرعه اشتري جيتار وخلصني راسي انا بعلمك ميوزك. فسكننا مع بعض، وطبعا زي اخ عزيز، ويعني بتعرف غربه الدراسه والسكن مع طبعا بعض اجمل الايام. التقيت بشخص قليل نادر، كان ما تلاقي حدا بيعزف جيتار، والانترنت ايامها ما كانش انه زي هلا، يعني انا وعم نبث لايف زمان كان الوضع هيك بال2001 عم تحكي. فكان بدك حدا يعلمك، فالتقيت علمني، اسمه طبعا بوجه له تحيه كبيره، اسمه ازال حداد. علمني اغنيه لحميد الشاعري. بدي اعرف انا كان في كورد اسمه سيفنث، انه كيف بيطلعوا هذا الصوت مثلا، حلو. انه هاي اصوات اللي بتلمس قلبك من وين بتطلع، ايوه كيف. فقال لي تعال في اغنيه لحميد الشاعري بسكوت زمان يفوت، لنا سقيا ولا رحال، ويهون علي الكون وانا مطحون بحب المال. راح المايا الليل بغربة ريح، ما همني ولا المجاريح بتتداوى ولا عيونك بترسمني. راح معايا الليل بغربة ريح، ما همني ولا المجاريح بتتداوى ولا عيونك بترسمني. ليلي والخطاوي ناري من دموعي، ليلي والليالي طولي في ربيعي. الله عليك. طيب شكرا. شو رأيك بالأغاني اللي بيرجعوا وبيعيدوا توزيعها وبيعملوا كفرات لإلها؟ في رأيين هون صراحة. في ناس بيعملوا كفر حلو، الكفر دائما حلو. يعني شوف في كفرات انشهرت أكثر من الأوريجينال، يعني مثلا أغنية بلاك ماجيك وومن لسانتانا مش حلو، يعني ما بعرفش لمين أصلا، أي ثينك هندريكس أو حدا، بس هي انشهرت إنه الناس بيعرفوها سانتانا، هاي كفر. بس شو اللي يصير مرات بالكفر؟ وين الخطأ اللي بنوقع فيه بالكفر؟ خليني أكون هون شوي عشان الريكورد. عشان في يوم من الايام ينقال انه الواحد حكى كلمه حق. مرات بتنجاب الاغنيه بتتحرف بالكفر، يعني حتى لو كان هذا التحريف، ما في تحريف حلو، يعني مبدئيا التحريف ظاهره حلو ولكن مضمونه مرات بخرب الاغنيه. يعني انت لما تجيب اغنيه على مقام البيات العربي بس بدك الاجانب يسمعوها، فبتروح بتدمر الدنيا. هذا بطل كفر، هذا صار اعاده توزيع، اعاده تلحين. انت هيك
اذا حتى مش ماشي بالبروسس الطبيعي قد تكون صرخت الاغنيه. عرفت؟ كيف بيعملوا الأغنية؟ الاغنيه عاده يعني هلا شو البراكتس تمر عليها الأغنية؟ بتختلف من عازف لعازف، ولكن بشكل عام يعني بتختلف اذا الفنان اصلا المغني بيعزف او لا. هلا في نوعين، في ناس بيشتروا الاغاني جاهزه، يعني بيجي ما الله معن، انا بعرف انه مهي سبحان الله معن، قبل ما نحكي هيك عشان ما حدا يفهمنا غلط، هي مواهب. في ناس بتعرف تكتب وتلحن وتغني، واهم مثال واضح عليهم كاظم الساهر فور اكزامبل، من الملحنين والمغنيين الشاطرين مثلا. في ناس لا بتعرف بس تغني ونفسها تكتب ونفسها تلحن، بس بروسس الاغنيه عاده بالموسيقى البوب او الموسيقى الشعبيه او زي ما سميناها التجاريه او المين ستريم، الاغنيه عباره عن واحد بيكتب كلام بتنعطى لملحن ببلش. يعني هلا لو انت مثلا هات لك كلمتين هذيك المرة طلع معي كلمتين أنا وسامي، فقلنا بلكي عملناها للكورونا. تحكي لك القصة كيت 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 كيت، خليك قاعد 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 بالبيت. حلو، خلينا حلو نقول هذا المذهب هذا المذهب. الكورس. نحن عم نحكي كورونا. القصة كي شو الكلام؟ القصة كيت هيك كيت كيت القصة كيت، كيت 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 تيجي لما أربع واحد كيتات أربع كيتات، تيجي لما واحد، ما القصة كيت كيت كيت، يعني هيك هيك هيك. بالضبط، أربع كيتات بالضبط، يلا روح. في أربع بيتات تمام عشان أعرف. أوكي. القصة كيت 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 كيت، خليك في البيت الله مثلا. ها ها يعني هون الملحن او الكذا يغير لك شوي في الكلام. هاي من ناحيه الموسيقى العامه، اما اذا بدنا نعملها انا وياك هلا بطريقه ثانيه، البديل كيف دائما بكون اللي بغني بيعزف جيتار بيجي باجواءه. انا مثلا بحب هذا الستايل. القصه كيت 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 كيت، خليك قاعد في البيت في البيت. القصة كيت 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 كيت، خليك قاعد في البيت في البيت عشان صعبت على الحيط. ولادك. ايه لو زهقانة صعبت على الحيط، بس خليك بالبيت. بس بحياة الله لا تطلع برا البيت. هلا هاي اللي بنحط الميلودي والقالب الهارموني تبعه بتبلش بدك حسب اللون، اذا انت روك مثلا او اذا انت فرقه ريجي حسب الالات، اللون بفرض عليك الالات ببلش التوزيع هيك يعني. طيب خلينا هيك نختم ب بإشي نعزفه، خلي هيك المتابعين عنا اللي عم بحضرونا هلا يستمتعوا بألحان حلوة. انا شوف انا لا بحب، حاب اختم باغنيه صراحه، يلا هي يعني مش كثير راح تطلع حلوه، كمان مره بعتذر بس استنى، انا صوت الجيتار اخر مره زنزن زنزن. ليش سامع الجيتار دخلك هيك؟ سامعه بيرفكت خلص، في داعي في داعي للفزلكه زي ما بيحكوا. على رغم الجو المشحون تبع الظرف المرهون، اطرح مع عيونك بتكون احلم شوفك يوما ما، وبكره بيخلص هالكابوس وبدل الشمس تضوي شموس على ارض الوطن المحروس، رح نتلاقى يوما ما مع انه وضعك مهزوز، مرات بحسك مرفوز لازم تعقل ما بجوز، اذا مش هلا يوما ما
مع انت وضعك مهزوز، مرات بحسك مرفوز، لازم تعقل ما بيجوز، اذا مش هلا يوما ما على روضة جو المشحون، تبعا للظرف المرهون، مطرح ما عيونك بتكون، تحلم شوفك يوما ما، وبكره بيخبس الكابوس، وبدل الشمس بتدور شموس على ارض الوطن المحروس، رح نتلاقى يوما ما. الله عليك، يعني لا يمل والله يا والله باشا. لا يمل، لا يمل، وهاي مني للناس كلها، يعني اللي عم يحضرنا واللي راح يحضرنا بعدين، للاصدقاء، للاهل، الك شخصيا، لانه انا صراحه عم بمر حاليا مرحله اشتياق عارمه، يعني اذا بدك اقول لك لوين، حتى اللي زعلانين مني وزعلان منهم جاي على بالي، بس تخلص هاي الازمه اروح اسلم عليهم وابوسهم، عرفت كيف؟ انه مشتاق اطلع واشوف الناس. فحافظوا على حالكم يا جماعه الخير، عشان نقدر نطلع بعد فتره وجيزه، يعني ما نضل محشورين، نقدر نمارس حياتنا الطبيعية يعني وفرصة. احنا دائما بقول انا لو حبسنا حالنا هال 14 يوم نرجع ولا كانهم يعني مرق وخلص، ترجع حياتنا الطبيعيه، بس نقعد هال 14 يوم مع بعض. بتكون بالضبط، بتكون ذكرى، يعني اعتبرهم يا اخي منخفض اليكسا اللي بتذكره، او هدى حسب ما هو، عطلة عيد بالبيت. لا تعيد يا اخي في البيت، وخلينا نرجع لحياتنا الطبيعية، وفرصة كمان نعرف انه نحن بنشتاق لبعض، يعني انا متأكد انه كلياتنا هلا تذكرنا ناس، اوف صح. اوف. واهم، اهم يمكن اللي متجوز والله معطيه اولاد وكذا، يمكن اكتشف زي ما انا اكتشفت انه اولادي في شغلات انا ما بعرفها عنهم. والله الشغل مان، يعني انت بتفيق اه الصبح بتروح الشغل بترجع هم بالليل، بروح على بعدين المدرسة ترجع. بس بيناموا، تكتشف انه اولادك بيعرفوا شغلات، يعني كثير حلوه الفتره هاي. خلونا نطلع، طبعا مش كثير حلوه بالمره انه نقعد وباء، ولكنه يعني خلينا نقول انه فتني ابتلاء، والحمد لله على كل شيء طبعا، الحمد لله. لكن انه نستغلها بشكل بوزيتيف. يعني انا اكثر شيء انبسطت عليه اني عرفت اسماء الوزراء صراحه، اول مره صرت اعرف اسماء، لا وبصراحه كثير يعطيهم كثير، مش شوي، يعطيهم يعطيهم العافية. لا بيشتغلوا ما شاء الله شغل مش معقول ما نشوف اخوك فيهم شو، ام براودي. شغل على قد وساق. احنا انبسطنا فيك فتحي، وان شاء الله بعد تخلص هاي الأزمة بتميل علينا بعالطريق، الطريق اوف وبنقعد بنغني وبندندن بالاستوديو وعلى الهواء مباشرة. وشكرا كثير لك، يعني اليوم امتعتنا بالمزيكا. شكرا. شكرا معا، شكرا، وشكرا لمزاج، وشكرا لهي الفرصة الحلوة، وشكرا لكل حدا حضر، يعني ثانك يو فيري ماتش. وكل الناس اللي حضرونا انا نشكرهم، واللي علقوا واللي طلبوا اغاني واللي سلموا علينا وعليك، تحياتنا اكيد. انا اسف طبعا ما قدرت اقرا، بس انه تحية لهم كلهم، وشكرا لهم، يعني وتصبحوا على خير. على خير، يلا بي سيف. اهلا.